نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الطريقة الصحيحة الشرعية في المسح على الخفين؟ هل لا بد من البداءة باليمين ثم اليسرى، أم يمسحهما جميعا في وقت واحد؟ في وقت واحد لا بأس بذلك، لو وضع يديه على رجليه مبلولة بالماء ثم أمرها جميعا لا بأس بذلك. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.